النتيجة. البلد هتنفجر باللي فيها. مش عايزين الخلفة يا عالم، مش عايزين الخلفة. زعلني ليه وانا اللي بخلف؟ السلام عليكم. راح فين بالدفاعه دي؟ لا ما تخافش، دي مستأنسه ما بتعضش. تعض ايه وما تعضش ايه؟ حد يخش الفيلا بالعجله؟ المره اللي فاتت اتدشدشت وكلفتني الشيء الفلاني، المره دي ما عنديش استعداد ان اجري لها حاجه ولا تتسرق. ما تخشش. مش ممكن، ما اقدرش، لازم العجله. ما تخشش. ايه في ايه يا عم احمد؟ المدرس بتاع تامر بيه مصمم يدخل العجله بتاعته. ما يا ست هانم. انت؟ ايوه انا. اتفضل. انا مش داخل غير بالعجله. معلش ما يجراش حاجه يا ست. مش معقول، مش ممكن. لا لا ممكن ممكن يا جاري، قلت لك صرف عليها دم قلبي. خلاص خلاص، روح انت انده تامر من عند الجيران. حاضر. اتفضل. لا ما ممكن، انت ما ممكن تسيبها هنا، مش هيحصل حاجه. هنا امان؟ اه امان. اتفضل. بقى حضرتك الاستاذ بتاع تامر؟ اسمتي. اوعى تكون زعلان مني. لا خلاص. لا حقيقي اوعى تكون لسه زعلان. لا راح راح بقى. تشرب حاجه؟ شكرا يا فندم، انا لسه مديها 2 عرق سوس تمام التمام. على فكره انا متشكره قوي على اللي حضرتك عملته لبابا، الحقيقه هو حكى لي كل حاجه. حضرتك شهم جدا. ده واجب علينا يا ست عيشه. أنا اسمي عيشة. اسم حلو أوي أوي. ده على اسم أم واحد صاحبي بس كان نظره ضعيف، بس كنت بحبه أوي هو وأمه. سعيدة. سعيدة مبارك، إزيك؟ زي ما أنت شايف. طيب عن إذنكم أنا بقى عشان مش عايزة أعطلكم. اتفضلي. على فكرة أوعى تمشي قبل ما أرجع. حاضر. إيدي. دي عجلتي. وهي بقى اللي هتديني الدرس ولا أنت؟ ولد الله يجازيك. ذكرت الدرس اللي اديته لك؟ طبعا. طيب النهارده بقى هنبتدي في الجغرافيا. اخ ايه في ايه؟ لا ولا حاجه. يا استاذ المره اللي فاتت قعدت ربع ساعه زياده، والمره دي في نص ساعه زياده، انت استحليت القعده ولا ايه؟ انا مش ماشي غير لما تخلص الاربع صفحات دول. يا مهو. استاذ حسن، ست هانم عاوزاك بره. انا؟ ايوه. حاضر. كمل. خير يا استاذ عيشة؟ ممكن تقبلها مني؟ دي؟ دي انا؟ ده اقل واجب. لا ما انا عجلتي كويسه يا فندم، صلحتها وماشيه كويس الحمد لله. شكل. شكلك هتكسب. انا؟ شكلك بيقول هتكسب. لا مش هكسبك. ولا عايز تكسبني؟ لا 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 مش هكسبك، هاخدها. شكرا. احنا اللي متشكرين. متشكرين على كل حاجة عملتها عشاننا وعشان تامر وعشان بابا. ده أنا يا فندم أنا. عن إذنك. ده أنا. أيوة يا عم، ماشية معاك حلاوة. عجلتيني يا مفتري. الله، أنت هتنق يا تامر. ما تنساش الدرس بكرة. أهواك وأتمنى لو أنساك و... يا حاج نعم يا حسدين، العجلة اللي هناك دي عشانك. عشان أنا؟ حافظ عليها، دي عجلة مبروكة، ده تاريخ. الله يعمر بيتك يا حسن بيه. اتكل على الله. ألف شكر. وتاريخ مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فانيك وبتعلم. الله يخرب بيوتكم، مش يبقى التحية ده حلتي. انا عملت لك حاجة يا جدع؟ انت مش انت اللي ماشي، ما انت شايف حاجة مش تبص قدامك. والله ما انا سايبك، انا اديني حدامها للبوطة اللي ادفعها صدي. يا عم ما تفعصتش، ما معفنة وحلوة اهي، بيعها كده. مين عجزت؟ والله ما انا سايبك عجزت. انت بقى ما تستلبطنيش بقى وتعملي حركات الابتزاز دي، بتهددني بالاسم عشان اديك فلوس معيش فلوس، بين على 60 اسم. طلع النبي يا استاذنا، انا غلبان يا بيه، لازم تقول اسم يا بيه، ده غلبان تقول حاجه لله. ادي عيالي يا ابوي. اتفضل يا عم. خد يا اخوي، خد. يا ابوي بتهيالي يا ابوي. خد يا عم. بتهيالي يا ابوي. خد يا عم.
كنت عيالي. الله الله الله، قيس يا عم قيس. بعد ما متلمها ادلقها تاني، ادلقها ولم فلوس احسن ما تبيعها، دي ما تتباعش. الله يخرب بيوتكم. امال فين الاسطى حنفي يا عارف؟ عنده حصه، عنده فرح في المنصوره احسن بيه. فرح؟ قصب ده؟ حبيبي تضرب 330 في 595، ها؟ وما تستعجلش يعني. الطلع ده في 559، ها؟ وبرواقه يا حبيبي، احنا ما وراناش حاجه.